خلونا نروح نشوف تقرير عن آراء الناس في الشارع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الله يرحمه ويحسن إليك، الراجل محترم جدا وخدم البلد. حزننا جامد قوي عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. لا يجوز على الله رحمه. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. ربنا يرحمه ويحسن إليه ويجازيه خير عن اللي عمله البلد. أقول طبعا ربنا يرحمه وكان راجل عظيم. والله الله يرحمه ويحسن إليه، كان راجل محترم والله. ربنا يرحمه، كان راجل كويس مش وحش. أقول الله يرحمه ويسامحه ربنا عشان خاطر كان كويس معنا والراجل كان كويس، ما فيش أي حاجة وحشة. ده تكريم لي، تكريم للرئيس حسني مبارك الله يرحمه. يستاهلها. إحنا ما كناش متوقعين إنها تبقى كده. أقل تقدير للراجل ده. أقل حاجة تتعمل له. لا حاجة تشرف بلدنا. تليق بيه راجل قعد 30 سنة في حكم مصر. جنازة للعالم كله. بصراحة تليق برئيس جمهورية فعلا يعني. يليق. يليق بهذا لانه رئيس جمهوريه، من حقه ان هو يبقى معمول له جنازه عسكريه ويحضرها ناس كتير طبعا. حقيقي انا اللي عجبني موقف السيسي في الموضوع دوت، لانه رئيس محترم فعلا، قدر الشعب وقدر الرئيس اللي قبله وعمل جنازه محترمه، وحقيقي ده احنا فخورين بيه، لانه احنا شعب مصر لازم نظهر بالمنظر ده قدام العالم، ما ينفعش نظهر باي مظهر تاني. الشعب المصري كله عارف انجازاته، يعني عمل حاجات كويسة كتير في مصر. لو ما كانش سلمها للجيش كنا زماننا دلوقتي بقينا أنيل من أي دولة تانية. كناش حاسين بأي توتر ولا أي خوف ولا أي قلق، كنا عايشين في سلام، حتى لو ما كانش فيه رخاء بس كان فيه سلام، وده الأهم. دي أهم حاجة عندي، إن هو مفرطش في أي شبر من بلد من مصر. زي ما قال الراجل سيحكم التاريخ، ما لنا وما علينا، واحنا مع الايام شايفين. مش هنتكلم بقى على سلبيات، هو الراجل الله يرحمه اضعف الايمان متر الانفاق، ما ده من ضمن الانجازات اللي تمت في عصر حسني مبارك. كان مهتم بالسياحه، رجع العلاقات مع جميع دول العالم. الراجل كان قائد للضربه الجويه في 73. هو كان لغايه 20 سنه كويس جدا، العشر سنين الاواخر هم اللي ابتدى يعني الامور تتلخبط. هو بالنسبه كسياسه 30 سنه سياسه، اول 20 سنه كانوا كويسين جدا، واخر 10 سنين اللي هم كانوا فيهم شويه لخبطه في البلد. العشر سنين الاخر من حكمه كان يعني الى حد ما ما كانش موفق في السياسه الداخليه اللي جوه البلد، فكان حياته بعد ال 20 سنه كان قاعد بقى. شفنا الحقيقه اراء متباينه.